السلام عليكم أحبتي الكرام، لماذا بعض الأشخاص يتعلم اللغة الإنجليزية أسرع من الآخرين؟ هذا السؤال اللي راح نجاوب عليه بهذه الحلقة ونكشف هذه الأسرار خلف إنه ليش بعض الأشخاص يتعلمون لغة إنجليزية أو يتعلمون الأشياء بشكل عام أسرع من الباقين. راح ناخذ مثال يوضح لنا السبب الرئيسي اللي يخلي بعض الأشخاص يوصلون لهدفهم بسرعة بينما البعض الآخر يتأخر كثيرا في تعلم الشيء اللي قاعد يمارسه. البعض من الأشخاص هو يزحف للوصول إلى هدفه. المثال اللي عندنا هنا راح ناخذ بعض الأشخاص، مجموعة على سبيل المثال 5 أشخاص ينوون السفر من الوطن العربي، من أي دولة من الوطن العربي بنفس الوقت، ولكن يختارون طرق مختلفة للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الأول يختار أنه يزحف للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا طبعا يكون بطيء جدا ولعله أصلا ما يوصل إلى هدفه. ليش؟ لأن اختار هذه الطريقة، الطريقة اللي هي بطيئة جدا. هذا النوع من الأشخاص راح يتأخر بشكل كبير. أما المثال الثاني، الشخص الثاني راح يستقل دراجة للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا راح يكون أسرع بقليل من الأول طبعا، لكن راح يكون أيضا بطيء جدا، لأن راح تواجه مشاكل كبيرة، بعض الأبحر وبعض العواقب الطبيعية اللي راح تكون بطريقة. لهذا السبب راح يكون عليه شيء مجهد جدا أنه يوصل بالدراجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما المثال الثالث اللي شخص راح ياخذ سيارة، راح يركب سيارة ويحاول الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا هو طبعا أسرع من الشخصين الأولانيين، لكن أيضا هو بطيء. السبب هو أنه السيارة راح تواجهها أيضا عقبات كبيرة للوصول إلى الهدف. أما الشخص الرابع راح يروح بالطيارة، راح يحجز تذكرة ويسافر بالطيارة، راح يوصل بشكل سريع إلى هدف. أما الآخر إذا نفترض أنه أكو صاروخ، هذا الصاروخ راح يوصلنا خلال لحظات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الشخص راح يركب هذه المركبة ويوصل إلى هدف أسرع من الباقين كلهم. طبعا السبب الرئيسي هو أنه إمكانية الشخص وتحديده للهدف مالته. هذا آخر واحد اللي هو استقل الصاروخ على مود يوصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يعرف بالضبط شلون يوصل ويعرف هدفه تماما ومحدد جميع النقاط الأساسية اللي توصله. لهذا السبب اختار هذه الطريقة. بنفس الطريقة راح ناخذ اللغة الإنجليزية. اللي يريد يتعلم اللغة الإنجليزية عندنا عدة طرق. أيضا هناك أشخاص يأخذون الطريقة اللي هم يزحفون للوصول إلى اللغة الإنجليزية. إيش تتصور؟ هذول نسبة 90% من عندهم ما يوصلون أصلا للهدف. ليش؟ لأن هم بطيئين جدا، معتادين على أنه يقرأ بالأسبوع أو بالشهر مرة جملة إنجليزية، إلا إذا صار عليه ضغط معين يروح ويقرأ وينجبر على أنه يتعلم كلمة كلمتين، جملة جملتين، أو يسمع بالأخبار، أو إذا مرت عليه بعض الأمور يروح يترجمها بالجوجل ترانسليت على سبيل المثال. هذا النوع من الأشخاص عندنا يريد يتعلم اللغة الإنجليزية لكن غير جاد بتعلم اللغة الإنجليزية، وهذا النوع من الأشخاص قد تأخذ 10 سنين أو أكثر. طبعا هذه من تجربتي الشخصية أيضا مع اللغة السويدية. أتيت إلى السويد قبل حوالي 15 عام واستطعت أن أتعلم اللغة السويدية خلال فقط 6 أشهر. ليش؟ راح أشرح لكم بعد قليل السبب اللي خلاني أتعلم اللغة السويدية بسرعة جدا، بينما لحد هذا اليوم بعد 15 عام هناك أشخاص لم يستطيعوا عبور المرحلة الأولى من اللغة السويدية. طبعا جئنا بنفس الفترة، لكن شنو اللي خلاني اني اقفز هذه القفزة باللغة السويدية؟ وبعد سنة دخلت الى الثانوية، الطلاب حالي حال الطلاب اللي عايشين ومولودين بالسويد داومت وياهم. ناخذ المثال الثاني اللي هو صاحب الدراجة اللي هو بطيء، هذا يحاول يقرأ اكثر، عنده رغبة، يحاول يبحث قليل، لكن ايضا مزاجي حسب الرغبة، حسب الظروف، حسب يتعذر كثير من الاعذار ممكن يلقاها، ما عندي وقت، ما عندي كذا، ما عندي كذا، لكن بالحقيقة هو غير جاد ايضا في تعلم اللغة الانجليزية. هذا ممكن تطول اللغة معه 5 إلى 7 سنوات. الثالث اللي هو راح ياخذ سيارة، هذا ممكن 3 إلى 5 سنوات، لا هذا يحاول يكتب، يحاول يتناقش، يحاول يسمع، لكن أيضا عنده نوع من الخمول، عنده أيضا قلة الثقة بالنفس.
يخاف كثيرا انه اني ما راح اقدر، اني ما عنده اعتقاد داخلي انه هو راح يوصل لهدفه. لهذا السبب يتأخر ويتذبذب ايضا، وهذا النوع يحاول انه دائما يبحث عن الاشياء، بس من يوصل الى الهدف او يوصل الى طريقه ايجابيه ترفع من مستوى باللغه الانجليزيه، ايضا يحاول يتعذر باعذار مختلفه وما يتعلم بشكل مستمر. اما صاحب الطائره اللي هو بين السنه الى سنتين اللي يختار هذه الطريقه السريعه، هذا يبحث، لكن مشكلته انه يبحث باماكن مختلفه، يبدي بطريقه ويتركها، يبدي بطريقه ويتركها، يبدي بطريقه. هذه ممكن تكون فعاله لبعض الاشخاص، ممكن يوصلون الى هدفهم ويتمكنون من المحادثه والكتابه والاستماع والفهم والاصغاء زين وكتابه مواضيع، لكن بالحقيقه هو ما محدد طريقه واحده وما عنده هدف ورؤيه واضحه 100%، عنده يجوز 80 الى 90% رغبه وبحث واستمرار واصرار، لكن عنده بعض الامور اللي ممكن مرات تعيقه، اللي هو يتنقل من مكان الى اخر، مره يبحث بالانترنت، مره يقرا كتاب وما يكمله، مره يقرا موضوع وما يكمله. لهذا السبب راح يتاخر بين السنه الى سنتين واحتمال بعض الاحيان اكثر من هذا المده. لكن الشخص السريع والفعال بالدراسه اللي هو يتعلم المحادثه والكتابه والاستماع والقراءه خلال 6 اشهر الى 12 شهر، هذا الشخص اللي اليوم راح نركز عليه وراح نكشف الطريقه اللي من خلالها ممكن الشخص يتعلم اللغه الانجليزيه بين 6 اشهر الى 12 شهر، وهذا سريع جدا للوصول الى هدفه. هذا الاخير عندما يوصل الى الهدف هو يكون عبر مراحل عن الباقين، هو يكون سوى انجازات اكثر بهذه الفتره المتبقيه اذا نقارنه مع هذا صاحب العشر سنوات او الواحد، فهذا سابقه بتسع سنوات، هذا ممكن يسوي امور كثيره، ممكن يعمل يحصل على انجازات بحياته اكثر، لكن الاول بعده صار عنده حاله احباط، صار عنده حاله ملل، كسل، امور ثانيه، لكن هذا اخر واحد اللي هو سريع جدا، هذا راح يصير عنده ثقه بنفسه اكبر، راح يحاول يبحث عن معلومات اكثر، راح يحاول يتعلم لغات اكثر ويتطور بشكل مستمر. شنو اللي يخلي هذا الشخص يختار هذا الصاروخ؟ شنو الشخص اللي يخليه يختار انه يزحف؟ هي الاساسيه انه القرار، القرار هو الاساسي. اذا هذا عنده قرار، صاحب الستة اشهر عنده قرار ثابت وواضح راح يوصل الى هدفه، لكن شيء اساسي ايضا هو انه لازم يعرف الطريقه، لعله هذا اللي يزحف ما يعرف الطريقه الفعاله، ما يعرف انه هناك دراجه ممكن يوصل بها او سياره او طائره او صاروخ الى هدفه، يمكن ما يعرف، لهذا السبب يضطر يبقى هنا. والسبب طبعا هو لو يبحث راح يلقى طرق اخرى فعاله بشكل اكبر توصله الى هدفه. والثاني ايضا عنده نوع من الكسل، وهذا سبب يبقى بمكانه، صاحب السيارة والطائرة والصاروخ كل واحد هو اللي قرر أن يختار الأسلوب والطريقة اللي يوصل بها إلى هدف. إذا كنت فعلا تريد أن تصل بطريقة سريعة جدا إلى إتقان الإنجليزية، خليك معي راح أشرح لك هذه الطريقة. طبعا بعد ما اكتشفت هذه الطريقة وجربتها على نفسي وعلى أصدقائي، قررت أنه أضع هذه الطريقة في قناة سفيرس أكاديمي اللي أسستها قبل سنتين، وهدفها نشر العلم للجميع مجانا. هذا أهم الأهداف اللي خليتها أمامي في إنشاء هذه القناة، حتى أنشر الفائدة للجميع واختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد. للحصول على طبعا هذه الفائدة يجب عليك الآن ضغط على سبسكرايب، اشترك وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الكورسات التي سوف أتحدث عنها الآن، اللي هي بمثابة الصاروخ للوصول إلى اللغة الإنجليزية حسب المثال اللي مر علينا قبل قليل. طبعا هناك طرق أساسية أتبعها بالقناة، وهي طريقة الحفظ بالجمل، هذه الطريقة لديها كورس أو فيديو خاص بها سوف أتركه أسفل هذا الفيديو. هذه الطريقة شارحها خلال 10 دقائق، طريقة فعالة جدا جدا في تعلم اللغة الإنجليزية وفي أي شيء بشكل عام، لكن ممكن نستفاد بها أكثر شيء بطريقة
الحفظ بالجمل بتعلم اللغة الإنجليزية. هذه الطريقة من أبحاث علمية الكثير من الجامعات العالمية يطبقوها هذه الطريقة على الكثير من الطلاب وبالطرق التدريسية الحديثة. لهذا السبب نقدر نستخدمها باللغة الإنجليزية. أنصحك أن تدخل للرابط أسفل هذا الفيديو بربع الوصف، سوف أترك لك الرابط. أما الشيء الآخر هو تكرار لفظ الكلمات. إذا تلاحظ بجميع دروسنا راح تشوف أنه دائما أكرر عدة مرات، أنه كرر اللفظ الصحيح بصوت مرتفع 5 مرات لكل كلمة لكل جملة. هذا السبب التكرار إلى دور أساسي في تطوير اللفظ الصحيح. هو تقليد، هو عبارة عن تقليد، اسمع أصغي وكرر بصوت مرتفع. من تتحدث بصوت مرتفع وتكرر الكلمة بصوت مرتفع، أذانك راح تسمع إلى هذا الصوت وراح تخزنه بشكل أفضل، بالخصوص إذا كان التكرار 5 مرات لكل كلمة. أما الأسلوب الثالث هي الكتابة أثناء التعلم، وأيضا هذه شارحها بفيديو خاص شنو السبب أنه الإنسان يكتب أثناء التعلم. لكن باختصار، اللي يكتب بالورقة باستخدام الورقة والقلم يحفظ بـ10 أضعاف الأشخاص اللي بس مجرد يباوع الأشياء ويروح إلى بعدها. ولهذا السبب أنه أنصح الكثيرين أنه اكتب أثناء التعلم أي كلمة جديدة، خلي كراس جنبك، اكتب الكلمات والعبارات بإيدك وبنفس الوقت الفظها بشكل بصوت عالي حتى تحفظها بشكل جيد. هناك قاعدتين أساسيتين في جميع الدروس يجب أن نعلمها، هي التكرار أم المهارة. جميع الأشخاص الماهرين بهذه الحياة إذا تسألهم شنو السبب اللي وصلهم إلى أنه عندهم مهارات ومتفوقين بهذه الأشياء اللي قاعد يأدوها، هي التكرار. يكررون الشيء أكثر من مرة حتى الإتقان، ما ينتقل للمرحلة اللي بعدها قبل ما يكون أتقن هذه المرحلة بشكل جيد جدا. يعني يحفظ 90% من الكلمات والجمل باللفظ الصحيح وبالكتابة وبالأمثلة معها، طبعا تركيب الجملة، شلون تستخدم هاي الكلمة، شلون تستخدم هاي الكلمة، شنو الفرق بين هذه وهذه، راح يتقن هذه الأشياء قبل ما ينتقل إلى الدرس اللي بعده. إذن كرر الدرس عدة مرات لا تنتقل للبعده حتى تشعر أنك فعلا أتقنت هذا الدرس الذي بين يديك. أما النقطة الأساسية الثانية، القاعدة التي نتبع أيضا، ما تركز عليه تبدع فيه. الشيء اللي تركز عليه تفرغ ذهنك إلى تركز راح تبدع فيه أكيد. لهذا السبب إحنا نتبعها طريقة التركيز على درس، ركز على الدرس، سوي جميع الخطوات اللي مطلوبة منك وانتقل للي بعده، راح تحصل على الفائدة بشكل كبير جدا. المهارات الأساسية لإتقان الإنجليزي بكل مكان وبأي طريقة تريد تتعلم لغة إنجليزية، أنت لازم تتعلم 4 مهارات أساسية حتى تتقن اللغة الإنجليزية. هذه المهارات هي السماع، من تسمع تفهم، من تسمع واحد يتحدث باللغة الإنجليزية أو واحد يفتح حوار وياك أنت تستطيع أن تفهم الكلام اللي قاعد يقوله. نبدأ بالاستماع طبعا حتى نحصل على شيء اللي هو المحادثة. يجب أن نسمع أولا، نأخذ الكلمات بأذهاننا، نخزنها حتى نقدر نتحدث مع الآخرين. السماع شيء أساسي، حاول تخلي عندك أذن سماعية وإصغاء جيد للآخرين حين التحدث، وأيضا حين التعلم أصغي بشكل جيد لللفظ حتى تتمكن من المحادثة بشكل صحيح. هناك مشكلة تواجه الكثيرين، أنه يتعلم بالبداية الكلمات بطريقة خاطئة، يحفظها بطريقة خاطئة، بعدين تواجهه مشكلة كبيرة بعدين بعد فترة سنة أو سنتين من يريد يجي يستخدم الكلمات راح يلفظها بشكل خاطئ. وإذا إجا واحد وقال له أنت تلفظها بشكل خاطئ، هذه ما تلفظ كذا، تلفظ كذا، راح تصير عليه عملية إعادة الحفظ صعبة جدا. لهذا السبب أصغي جيدا من البداية، اسمع بشكل جيد وكرر بأسلوب جيد واحفظها بطريقة صحيحة من البداية حتى ما تتعب بعدين بعد مرور الوقت. أما المهارة الثالثة هي القراءة. من نجي نريد نقرأ نص معين راح أيضا نواجه بعض الصعوبات، بس إذا قرأنا نص بعد نص بعد نص أو كتاب بعد كتاب بعد كتاب، راح تصير عندنا قدرة على الكتابة بشكل جميل جدا، نوصل بالمعنى للريدة. إذن هذه المهارات الأساسية اللي لازم نتعلمها. زين، شلون راح نتعلم هذه المهارات؟
راح أشرح لكم الآن كيف نتقن هذه المهارات الأساسية بسرعة، يعني بطريقة الصاروخ اللي نسميها، أنه نوصل لهدفنا بشكل سريع. كيف؟ عندنا 4 كورسات راح أطرح لكم. الأول هو العبارات الإنجليزية للمبتدئين، أيضا الرابط لهذا الكورس موجود أسفل هذا الفيديو. مدة هذا الكورس هي فقط 4 ساعات، لكن ما تقدر طبعا أنت تقعد 4 ساعات وتشوف كل الدروس، والسبب هو أنه أنت تحتاج إلى وقت حتى تحفظ هذه الكلمات المرة والجمل. لهذا السبب أخذ درس درس وقسمها حتى تحفظها، لكن مدة الكورس كامل هي فقط 4 ساعات. أما الكورس الثاني القصص القصيرة، قصص قصيرة ممتعة باللغة الإنجليزية مع أمثلة مع شرح للكلمات والعبارات. هذه مدة الكورس 3 ساعات، ممكن تنوع بينها وبين العبارات الإنجليزية للمبتدئين، تستخدم بعض القصص وبعض العبارات حتى من باب التنويع بالقصص ومن باب تغيير المادة اللي قاعد تحفظها. أما الكورس الثالث اللي هو وقته 35 ساعة، هذا الكورس جميل جدا، راح يخليك تحفظ أكثر من 20,000 كلمة فقط كل يوم دقيقتين، كل درس عبارة عن دقيقتين، تأخذ الكلمة أمثلة عليها وأهم العبارات المرادفات للكلمة، كل يوم دقيقتين فقط. مدة الكورس هو 35 ساعة، بإمكانك أن تحفظ أكثر من كلمة باليوم حتى توصل لهدفك بشكل أسرع. الكورس الثالث اللي راح ينزل قريبا هو أن نتعلم الإنجليزي أثناء النوم. أثناء النوم وقت هذا الكورس هو 8 ساعات فقط، لكن بالحقيقة هذا يغنيك عن دراسة 240 ساعة تجلس وتدرس إنجليزي. أنت تقدر فقط خلال 8 ساعات تتمكن من تعلم اللغة الإنجليزية وأنت نائم. هذا الكورس سوف يأتي بعد أيام قليلة إن شاء الله، الآن مرحلة تجهيز لهذا الكورس سوف أطرحه. لهذا السبب إذا لم تكن مشترك بالقناة اشترك الآن، اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس حتى يصلك الدروس مباشرة حين نشر هذا الكورس وباقي الدروس الموجودة في قناة سفير سكادري. مجموع هذه الساعات اللي هي 4 ساعات، 3 ساعات، 35 ساعة زائد 8 ساعات، مجموعها فقط 50 ساعة. ومسؤوليتك أنت تقسم هذه 50 ساعة بطريقة إيجابية حتى تحقق الهدف الكامل من إتقان اللغة الإنجليزية. هذه 50 ساعة سوف أناقشها معكم بعد قليل، شلون تقدر توزعها بحيث أنه تستفاد من أنت بشكل كبير. الآن كيف أبدأ؟ للبدء بإمكانك أن تتابع العبارات الإنجليزية للمبتدئين، هذا الكورس تبدي به تابع حلقة وبنفس الوقت ترافق بألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. هذا الكورسين ممكن واحد يكمل آخر، تقدر تبدي بهم تشوف حلقة من هذا وحلقة حلقتين من هذا، تحفظ الكلمات تستوعبها تنتقل للبعد. ممكن تابع أيضا هذا الكورس اللي تعلم اللغة الإنجليزية أثناء النوم، هذا تخصص له وقت أيضا طبعا 10 دقائق فقط كل يوم قبل النوم 10 دقائق. راح أشرح لكم الطريقة مفصلة عندما أنشر هذا الكورس قريبا إن شاء الله. والقصص القصيرة بإمكانك أن تنوع بين القصص القصيرة، يعني حلقة من العبارات الإنجليزية وحلقة من القصص القصيرة، تنوع بيناتهن يوم هذا يوم هذا، وترافق طبعا كل يومية راح تتابع عدد من الكلمات الإنجليزية في دقيقتين لكل كلمة، تحفظهن وبنفس الوقت تشوف قصة قصيرة وتتابع من هذا الكورس، تنوع بين هذا وبين هذا يوم هذا يوم هذا، ونفس الوقت كل يومية تتابع درس منها. وانتظر هذا الكورس قريبا إن شاء الله حتى تقدر تتمكن من متابعته واستثمار الوقت بشكل كبير بتعلم الإنجليزية. الآن حتى نبدي لازم نخطط. التخطيط شيء مهم جدا في تطبيق هذا الكورس بشكل عام لإتقان الإنجليزية. حاول تجاوب عن الأسئلة التالية: كم يوم بالأسبوع عندي وقت أتعلم أو لازم أخلي وقت حتى أتعلم؟ كم ساعة باليوم راح أخصص لهذا الكورس؟ لازم تعرف كم ساعة عندك راح تخصص لهذا الكورس وهذا الكورس، وتكتبهن بورقة طبعا بكراسك. إذا كم يوم بالأسبوع، كم ساعة، وما هي الساعات؟ الصبح، العصر، بالمساء، أي وقت. ملاحظة: تعلم الإنجليزي أثناء النوم لازم يصير قبل النوم 10 دقائق قبل النوم هذا، لكن الباقين إلك الحرية باختيار الوقت المناسب اللي تريده.
لازم تكتب أيضا متى أنتهي من حفظ هذه الكورسات كاملة، يعني تحدد هدف أساسي. أنصحكم أنه إذا تريد بشكل سريع جدا أنه لا تقل عن 5 أسابيع. طبعا هو نظريا ممكن الإنسان يخلصها خلال أسبوع، إذا قسم 5 ساعات على 6 أيام خلال أسبوع ممكن يشوف كل هذه الدروس، لكن بالواقع من الأفضل أنه تخصص 5 أسابيع إلى 10 أسابيع أو 20 أسبوع، وأفضل شيء طبعا 20 أسبوع، لأن تنطي مهلة للدماغ أنه يحفظ هذه الكلمات وترسخ بشكل أفضل بلفظ صحيح وبكتابة صحيحة. أفضل شيء 20 أسبوع، لكن بإمكانك استخدام 10 أسابيع أو 5 أسابيع، وهذا الشيء أنت تحدده حسب قابليتك على الحفظ وعلى الاستيعاب والممارسة. الآن أتمنى أن أكون وفقت في الإجابة عن هذا السؤال المهم، ولهذا السبب ابدأ الآن بالتخطيط، نفذ هذه الخطوات مباشرة، وراسلني إذا كان عندك أي سؤال على الفيسبوك على صفحة سفيرس أكاديمي، وإن شاء الله راح أحاول أجيب على أكبر عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع. لكن تذكر القرار شيء أساسي، لذا قرر من الآن وابدأ من هذه اللحظة، خطط ثم نفذ ثم تابع واستمر حتى تأخذ أسرع طريق للوصول إلى هدفك.